اليوم يا أحباب معنا قصة جديدة اسمها قصة حسان السرحان. حسان ولد كثير السرحان، طالما نصحه أبوه بالانتباه والتركيز. خرج يوما يتجول مع أبيه يتفقدان بيض الدواجن التي يربيها في مزرعته، وذلك للاشتراك في مسابقة المعرض الزراعي الذي أعلن عن جائزة لأكبر بيضة من نوعها. شاهد حسان عند قفص العصافير العصفورة وقد باضت بيضتين صغيرتين تحاول أن ترقد فوقهما، وعند برج الحمام رأى حسان بيض الحمام وقال له والده: لاحظ أن بيضة الحمامة أكبر من بيضة العصفورة. ثم توجه إلى عشة الدجاج ووجد بيضا كثيرا، ولاحظ حسان أن بيضة الدجاجة أكبر من بيضة الحمامة وأكبر من بيضة العصفورة أيضا. وصل حسان ووالده إلى بركة البط وشاهد بيض البط، ورأى حسان أن بيضة البطة أكبر من بيضة الدجاجة أيضا. عندما وصل حسان ووالده إلى عشة الوز شاهدا بيض الوز الذي هو أكبر من كل البيض السابق، من بيض الدجاج ومن بيض الحمام ومن بيض العصفورة أيضا. اختار والد حسان أكبر بيضتين من بيض الوز وقال في فرح: إن هاتين البيضتين لا شك ستفوزان في المسابقة لكبر حجمهما عن بيض الوز المعتاد. جلس والد حسان يكتب رسالة إلى مدير المعرض الزراعي بالقرية، ووضع البيضتين في سلة صغيرة، وطلب من حسان أن يسلم الرسالة والبيضتين في مقر المعرض القريب من المزرعة. أخذ حسان الرسالة والبيضتين وسار في الطريق الموصل إلى المعرض، وهو يتلكأ في مشيته تارة ويقفز تارة، فهو طبعه سرحان كما تعرفون، فتعثرت قدمه ووقعت إحدى البيضتين على الأرض وانكسرت. عندما وصل حسان إلى المعرض وسلم الرسالة والبيضة الباقية إلى المدير الذي قرأ الرسالة وسأل عن البيضة الثانية، فأجاب حسان باستهتار بأنها قد كسرت. دهش المدير ونظر إلى حسان متعجبا وقال له: كسرت؟ كيف كسرت؟ فما كان من حسان إلا أن ألقى البيضة الثانية على الأرض في الغرفة وقال للمدير: هكذا كسرت، هكذا كسرت. فعلا يا سرحان أنك سرحان. هذا حسان السرحان. ماذا نتعلم من القصة؟ طبعا لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.